طبعا الحياه كتحمل لنا دائما مفاجآت، والزواج هو قسمه ونصيب. وطبعا ملي غادي يكتب ان شاء الله غادي طبعا غادي نرتبط، ونقدر يقول لك قريب بعيد كتبقى مساله وقت. انا ما كنتظرش من الفن يعطيني، ولكن انا شنو غادي نعطي للفن؟ الوغ انا شنو غادي نعطي؟ يعني هذه مهنه اللي اختاريتها عن طواعيه، واللي كنمارسها بشغف وبحب كبير، وكنحاول ما امكن ان نشتغل على تيمات اللي كيكونوا قريب من الناس وقريب من الجمهور. فانا شنو خاصني نعطي؟ يعني انا اللي كنبذل اقصى جهدي باش نبقى في هذه الصوره اللي كون عليه الجمهور المغربي، وكنحاول ما امكن ان انتقي اعمالي يعني بحرص تام باش انني نكون عند حسن ظنهم. انا يعني اعي كل الوعي الاطار والمرحله اللي كنشتغل فيها، لان في المغرب ملي كنهضروا على الجانب الفني كتعرفي بانه كاين مجموعه ديال العراقيل، مجموعه ديال الاشياء، مجموعه ديال المطبات اللي مازال يعني الفن والثقافه مازال ما لقاوش بلاصتهم بزاف ديال الحوايج. فانا واعيه بهذا الشيء كامل، لذلك انا اللي خاصني نجتهد، وانا اللي خاصني نقدم الجديد، وانا اللي خاصني نشتغل ونناضل. علاش؟ باش نكون عند حسن الجمهور كيف ما قلت لك. وكذلك الفن شنو كينتظر مني انايا، ماشي انا شنو كنتظر منه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.